يا عم ترانسفورمر، هذا ترانسفورمر قدرته 50 فولت امبير، هذا الاس بعطيني هنا بتقدر انت تاخذ منه عده 0 6 12 24 48 110، وبقدر اربط عليه بين الصفر وال 230 سنجل فيز، وبربط عليه ثلاث فيز بالصفر و 230 و 400. واضح؟ الشغله الثانيه، هذا ملكوش فيه عضو ميكانيكي، هاي مضخة مية، هذا العضو الدوار هاي لك علاقة فيه. ايش هو اللي بصير عندي؟ عندي كابلين، عملية الربط مع جزء مع لود جنريتر مع اي شيء اخر ممكن انا اربطه فيه، هذا مضخة مية. عندنا هون بيسألوك عن اللوحة، هاي اللوحة الاسمية اسمها. اللي هي الداتا تبعت الموتور، الداتا تاعت الموتور بالبليت او هم في عندي مقدار القدرة، التيار اذا اشتغل الريفوليشن تاعه فريكوانسي 50 هيرز 60 هيرز، على 50 هيرز الريفوليشن تاعه بكون هالقد، قدرته هكذا، تياره هي موجود، على 60 هيرز بيكون سرعة الدوران هي موجودة، والقدرة بيشتغل فاز وثري فاز. وعندي هنا الباور فاكتر على 50 هيرز بتكون 80، الباور فاكتر تاعه معامل قدرة، معامل قدرة 79. واضح شباب؟ طبعا عندي كمان جنرال موتور اسمه. ايش الجنرال موتور؟ اللي هو المحرك العام او يونيفرسال موتور. الجنرال موتور او اليونيفرسال موتور بيجي هو بقدر انا اشغله اي سي وبقدر اشغله دي سي. كل ما فاز واحد بلش كيف مش تحويله داخليه. فاز هون بده يكون عندك مخرج فاز ونتر، في تحويل واضح جوة. في عندك خط للنيوترال لحاله وبكون انت ماخذ. طب هذا اندكشن صح؟ عربي شو هذا حسي كله. طبعا هنا انا عندي اجهزه القياس او جهاز القياس الموجود، عندي سي الساعه الكهرباء، عداد الكهرباء، عداد الكهرباء هذا طبعا بالدقيقه. هذا هذا اللي هو عداد الكهرباء. شو بقيس؟ بقيس وضع. شو اللي قاعد بيصير؟ بنشأ بنتيجة الملف الموجود فيض مغناطيسي، الفيض المغناطيسي بنجم عنه تورك عزم، هذا العزم بدور القرص اللي موجود في عداد الكهرباء، القرص الألمنيوم. ليش مصنوع من الألمنيوم؟ لأنه مادة شمالها غير مغناطيسية، ما بيزيد من مقدار الفائض المغناطيسي ولا بينقص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الألمنيوم